سلام عليكم. سلام عليكم السي رشيد. اهلا. كيف انت لاباس؟ زيد. سلام عليكم نعمل الحلو السي موسيقى ديالنا الكبير. كيف انت؟ واخا سلم عليه ياك. الله يرحم والديك. لاباس عليك. تقدر نجلس قدامه ياك. مرحبا نهار كبير. الله يرحم والديك. سي نعمل الحلو اول حاجه السي رشيد اي حاجه فيها الحلاوه بعدوها من قدامه. السيد حلو. ايوا مزيان يكون حلو. الله يرحم والديك. اكثر موسيقار في العالم العربي ضرب تمارة سي رشيد على الاغاني ديالو. ياك علاش؟ بعدا انت منين؟ انا اه. انا من بني حسن. اه في خبار كان شي وقت كنت ساكن في بني حسن في تغازوت. تغازوت؟ تغازوت؟ اي في الشمال. اي قبل قشور. والشمال كامل لا يبغي. هات انا المغرب كله عزيز عليا. الله يرحم والديك وغنيت علينا. اه بني حسن. بني حسن قبيلة من القبائل اللي نضلت مع عبد الكريم الخطابي. يعني داروا واحد المثال كبير جدا والله. الله يرحم والدي. صفقوا لي على السي نعمان الحلو. والله الا دابا السي نعمان ما كرهتش واحد الحاجه الثانيه وسمحوا لي يكتبوا اسمك في شي شارع في المغرب، شارع الموسيقى نعمان الحلو. ان شاء الله. ولا شي ابتدائيات نعمان الحلو. ان شاء الله. والله الا تستاهل. الله شنو سميتها بعدا؟ اسمي هناء. مرحبا لاله هناء. نهارك كبير. ما تديهاش مني قلص. لا لا عزيزه خفيفه على القلب. خفيفه على القلب. السنان ديالك ذي الحليب ياي. لا لا مزيانين. 57 عام الحليبيه هذيك. انا جبت لك واحد البرودوي لا يعالج جميع انواع مشاكل الامراض اللي كاينه في العالم. هذا كادو من عندنا. مرحبا. الله يرحم والديك. اجي انت واش اش كديري؟ خلينا ندبروا على راسنا. خلينا ندبروا على راسنا. وهذا تا هو كادو من عندنا. اييه مرحبا. الله يرحم والديك. شريفه راه هذا شيثه الاسنان تا هي كادو من عندنا. اييه زين. وهذا تا هو كادو من عندنا للموسيقى ديالنا. بس هذه حل. لا ما عرفتش منين جات هذه. وهذا معجون الاسنان ب 2000. 2000 اش؟ 2000 درهم. الله هذا شوف هذاك الشيء كله كادو. اه كل شيء كادو وهذاك 2000 درهم. واش كديره لي السكوتش داك الشيء؟ ماش منا غير شي اشهام. شوف كونترافاندو يا هناء والله تنخلصها وانا فرحان لانه انت روحك زوينه. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. هادو هما الفنانه اللي تبقى تجيب لي. الله يرحم والديك. نخلصها وانا فرحان لان روحك زوينه. كيعجبوك الاغاني ديالو؟ يحمقوني الاغاني ديالو والله الا اكثر فنان ضرب تماره من القويره داز نوزان دجل الشاول دابا الفنان. وانا سمحت لي سي نعمان نقول لك الفنان يبقى جالس ما يجبر ما يقي شي الفيسبوك شي الفيسبوك كتب اغنيه خص الفنان يضرب تماره شويه واش ما يبقاش بنادم غير اجي ويا فمو قول كاينه ولا ما كايناش. عندك الحق. واش دابا واش ضرب تماره ولا ضرب الطريق هو شنو؟ لا هو ضرب الطريق وضرب تماره ولا يغني والكلمات والالحان والابتسامه. اييه ما عنده لا فيسبوك لا انستغرام. لا دابا درت دابا عملتي دابا راديا بنتي قالت لك لا بابا لانه الناس تيديروا 20 و30 ديال لي كونت بسميتك فخصك دير ان كونت باش توقف هذوك الاخرين. اه وسمحني سقسيك مجوج انت يعني؟ مجوج. اه صافي الله يعاونك. صافي مصلح لك. هذا اللي برودوي ديالي انا. شوف مجوج وبنتي الاولى كبر منك ولا قدك. اه والله يتاويكم ما يحلكم بعطياتكم. حبيبي ما مجوجش الله يرحم والديك. هاك اختي هاك. شكرا. مجوج وصار بغي مراتي. الله يتاويكم. سلامة سي راشد. سلام. سلام.